جاي. مرحبا حبايبنا، شلونكم؟ طبعا انا اليوم اجيت طلعت من البيت بدون ما اقل للزوزو، رايح كعادي رايح اسوق، راح اجيب مسواق للبيت، ما قلت لها لان امبارحة شنو صار من زمان، هي كل ما اريد اشتري لها شغله تقول لي لا ما اريدها ما اريدها ما اريدها، انت اني خلينا نجيب لك الايفون الجديد، لا راح ينزل الجديد، يمتى راح ينزل؟ بعد شهر يا معودة، كل ما هاي والتاني والتاني والتاني، ما أدري ليش ما تحب تصرف. الحمد لله والشكر بهالزوجة الصالحة، هاي وحدة. هسه قلت امبارحة شنو صار، هي من زمان عاجبها هاي الكانون 50 مارك 2، من زمان عاجبها بس بعدها ما نزلت للسوق. هي عندها كمان كانون G7X زين، تاش سكرين وهم واي فاي بلوتوث، بس هاي الأحدث من عندها. قررت اليوم أجي أخذها، والحظ الحلو امبارحة ابني أيان كان يدور آيباد كان يلقاها بس باي، وإجا قال للماما ماما هاي لقيتها أنا زين. هي شفت أنا عجبتها تأجيبها ليش، قالت لا ما أريدها، أنا عندي كاميرا. هي قنوعة من ناحية القنوعة، قنوعة كلش قنوعة. قررت اليوم أنا أجي البس باي وأجيبها إليه. خليني أراويكم بس باي، هذا بس باي، خنروح نشتري لها وناخذ لنا جولة بس باي. هسه احنا جينا على الكاميرا. أوه. طبعا جبت واحد حتى يشرح لنا عليها، قال لا ما يصير تصوير، شو القضيه؟ خلينا ازقت له anyway. طبعا هاي الكاميرا تريدها، خلينا اراويك اياها، كلش حلوه. طبعا بيها واي فاي بلوتوث، بيها واي شغلات. الحلو فيها العدسه تقدرون تشيلوها تطلع العدسه، والحلو كمان المايك مالتها تخلوا لها يتركب لها مايك. انا هاي اللي عندي ما يتركب لها مايك، كلش حلوه الكاميرا. المهم هاي احنا حاليا بس باي، الشباب يردون هاي بس ماكو، مخلصه كاتلين روحهم عليها. ماريو هنا البلاي ستيشن ماكو، قلت له معود من تنزل؟ هذا ماريو عند ايان، هاي كلها عند ايان. طبعا هاي عند ايان، هاي اول واحد لازم تشتروه، هذا بعدين يمكن هذا، ما ادري ايان هو يعرف. طبعا هو ايان خطيه، كل ما يشتريهن يركبهن، ومنو اللي يكسرهم؟ ارسلان يخربهن. له وين خلاهم؟ فوق بالبيت على الشباك بالبيسمنت ركبهن خلاهن. حاليا خنروح ناخذ الكاميرا، ناخذها ونروح دق الباب شوف شنو رد فعل. طبعا اريد من عندكم شير اوكي وتلايك، وشير اريد 1000 لايك من عندكم، 1000 لايك دعموا قناتنا. طبعا مثل ما شايفين اخذنا الكاميرا اشتريناها من بس باي، خنروح نشوف شنو رد الفعل مال زوز. طبعا اجينا الكاسكو، شنو شغلات حلوه نازله. طبعا هاي كلش حلوه، بس هاي بيها واير سوي ماب للبيت، نوعيتها كلش حلوة. أنا قاعد أتاني يجيبون العالشارت بدون الواير، دائما يجيبون شغلات حلوة في كاسكو، إذا تريدون سيكوريتي للبيت، كاميرات شغلات. هنا أنا شغلات غالية، ألماز ما ألماز، أراويكم. هذا 28000 هذا المحبس، 3800 سوري يا هذا المحبس ب 21000 يا هذا ب 13. انا عاجبني هيك شيء، عندي واحد بس ما يكفي، تعرفون احنا اغراضنا هوايه شغلات زين والله ترى كلش حلو. 849 قد كبير رهيب، بس بالصيف هذا اجيبه، اجيب لي واحد. طبعا هاي الاضوية حلوة، شوفوها كلش حلوة والله. شوف كل ما تشتري شغلة ينزلون شغلة احسن، هاي هنا تغير الالوان مالتها. طبعا هسه زوزو تشوفهم جيب لي من عندهم. مع التليفون وايرلس او ال اي دي، انا اللي جبتهم ديك السنه عاديه هم ال اي دي، بس مو مثل هاي النوعيه كلش حلو.
69 70 بلس تاك. بلشوا طبعا هاليوم عندنا الجو يخبل دمار حارة، يعني بالنسبة انها جو شمس وثلج قاعد يموع كلش حلو. هذا للبيت بس كنترول داير ما داير البيت. اكو واحد ثاني الجو البيت احسن فرش اسنان ايان ويزن اخذت لهم من عنده. انا عندي وحدة يمكن صار لها 8 سنوات. نشوف راويكم طبعا شغلات كلش حلوة. ها هذا الفريزر من يتذكره بالعراق، بس احنا مالتنا شكبرة ها بقد هذا 10 مرات 4 و5 مرات هذا شنو ها ها مثل هذا يا بس هم احنا هيك كان بالعراق اكبر يمكن هي تقريبا هي مثل هذا والله ايه حسبالي ماكو شيء. ايش قد سعره 449 هاي مال مساج مال رقبة تشدها على رقبتك تخليه يسوي لك مساج. هذا عند زوزو من عنده تنظيف البشرة جبته إلها. هذا ستيم إذا تريد تستيم يور كلوز معقدة. هاي الديسك شقد حلو هاي تخليها فوق المكتب مالتك علي تنصي. هاي يستخدموها طبعا اذا عندك بزنس تخليها لان هسه تعرفون الوضع كورونا. هاي الشغلات الحلوة هنا أنا. اوكي نشوف طبعاً دزتني زوزو تريد من هاد بس ماكو. ذاك اليوم كان 39 هسه مخلص خليه هناك صديقته تريد من عندهن. هاي احنا اخذت من هاي كلش حلوة هاي لا قلي ولا بطاطا. ايش تريد تسوي فيها تسوي لك. نشوف هنا انا شنو اكو. طبعا اجا هاي الشغلات مال الصيف مال الكامبينج. هاي خيمة شغلات الكامبينج. هذا لايت USB. شغلات حلوة يجيبون طبعا مال سلة. طبعا خليني اراويكم هذا الخلاط. شوف 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 هذا الخلاط ايش قد سعره 319 يعني هو سعره 399 وخصم 80 دولار 319. شنو الخلاط هذا يعني غالي على الخالي بلاش. اوكي انا اشوفه خليني اراويكم هذا الخلاط نينجا. اوكي طبعا الحلو البي اوكي قافلينه الشفرات البي 3 شفرات وحده 2 3 يعني تخلي بي حجر يكسره لك. وش قد سعره 69 دولار. وهذا شفره واحده خلي صحيح قويه هي بس ذاك بي 3 شفرات خلي 3 من فوق لتحت هي على الماركه على اساس هالماركه. واو نشوف هنا هاي هنا شغلات جدوره جدوره. نشوف هاد جايبينه جديد والله لاك للبيت حلو. اوكي ها هير 1 2 3 لا سوري 1 3 5 7
يا شلون حلو؟ يعني تجي البيت ما عندك مفتاح؟ خلي 1357 يفتح. والله حلو بس شوف 219 ان شاء الله. الاضويه ما ادري شنو باتريات من اشتروها الباتريات طبعا. هاي مالت الصابون بس تخلي ايدك. سنسر $79 شو هذا اللايت بي كاميرا. شغلات كثيرة بكاسكو طبعا كلش حلوة. تول بوكس هولي ماكاروني تول بوكس. انا عندي اثنين بس كافي ما اريد. اراويكم طبعا هاي المولدة تشتغل على الغاز وعلى البنزين. شو تريدها تركبها؟ تركبها على الغاز تنقطع عندك الكهرباء اوتوماتيك بس غالية $4,000. زين وتجيب لك واحد يركب لك اياها ها وتسوي لها قاعده شلك بهالدوخه. هاي مرات يخلوها 699. هاي انا اخذت مو هاي النوعيه هم اكبر من هاي. نفس الشيء هي نفس الشيء بس تختلف اللون والترتيب مالتها. اخذتها ذيك السنه ركبتها على البيت سويت لها كيبل جبت كهربائي خلالي لها نقطه برا وكيبل من تنطفي اطفي السويتش اللي عندي بالبيت اللي جاي المين اطفيه اروح اركب كل شيء واشغلها وانزل تحت اطق الجوزه مالته اشغل البيت كله. ذاك اليوم انقطعت عندنا احنا تقريبا بقت بلشت من الساعة 4 الفجر. زين الوايرات كانت عاصفة وطقوا وتروح وتجي مهم طفينا جاءت للساعة 4 بقت مشتغلة البيت كله طبعا تشتغل. انصح انا كل من يعني استعد ما تعرف بالشتاء شنو يصير احسن تتبهدل. وهنا المصيبة اذا البيت مالتك برد صار بارد لازم تفتح الماي يظل يصب. اذا ما تفتح الماي يظل يصب البايبات تطق مثل ما صار بتكساس. شلون صار بتكساس لان ما يعرفون اول مرة تصير عندهم ما عرفوا شلون البايبات طقت. لان شنو جمدة البايبات؟ البايبات لا من تجمد تطق واللي صار هذا اللي صار. لازم انت اذا بيتك برد وما عندك تدفئة له رأساً تروح للحنفيات تفتحها تخليها تصب حتى الماء ما يبقى بيها ويجمد كراب كلش طيب. هذا سوي سندويتشات للأولاد من عنده يحبوه. طبعاً هنا أنا كله مخنزر. أنا رويكم هذا تشاينيز يخبل هذا. هذا أحلى شيء أموت عليه. والباصة هاي هاي طبعاً ويا كراب. هاي همه تخبل بس لا تخبلون بس تصاص تقدرون تاخذونه. طبعا ناخذكم جولة. طبعا انا قاعد اخذكم جولة اراويكم هنا شرم سلط. تعالوا بالله خل نجي نشوف. ما راح ادخل انا دائما ادخل من ذاك الباب. خل عندك الباب هم يفتحوني ورا ظهري ما ادري. هنشوف منو فتح الباب. هلو هلو شلوني؟ ليش مصور؟ شنو؟ ها؟ شنو ليش فاتح الكاميرا؟ وات ذا؟ شنو؟ وات يا تبا؟ ترى شنو؟ هلو وات مشتري الكاميرا؟ لقيتها بالطريق. نو واي لقيتها. مو هي هاي عجبتك؟ شوف هذا الحلو يما يما اشتريتها. حياتي حياتي عجبتك من زمان. اي نو بس انا قاعده قلت لك يعني حياتي كافي ادري عندنا كاميرات احنا. طبعا انا مع الرغم عندي كاميرا اوكي بس ما تخرب ما تعرف تستخدمها كبيره كل كبيره. حياتي والله العظيم يعني تعرف انت من جبتها يعني حسيت بضغط. شنو؟ لا يعني ما اريد اشتريها. ارجعها ارجعها.
ارجعها. ايش قلت لي ما اريد اجيبها انا قلت لك بس هاي عجبتك شوي القناه اوكي ما يخالف ان شاء الله. شكرا. لا والله جد او ماي جاد مو صدقه ترى مو اصليه هاي بلاستيك نايلون مال اطفال. ها انت شنو انت ولو oh ابو كوشة ابو كوشة وين هي؟ وين العدسة وياها عدسة؟ إيه 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 لا يكون كسرها ارسلها ولك اوقف هذا هجم oh الوحش الكاسر او ماي جاد حياتي صراحة انا مصدومة ولك اوقف مالتك انت شوف شو صعد فوق اوقف لا يطيح نزل ارسلاني طيب الماما بس شنو هاي وياها باتري واحد طلبي لك باتري ثاني حياتي اوكي شنو هنشوف او ماي جاد مو مصدقة والله لا والله مصدقة وبيها او ماي جاد كانون ام 50 واو شو اسمه وش يسموها مارك 2 يا مارك 2 جديدة اذا هي مو صوت عاد ما هسه حصلتها لك اوكي شكرا 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 هلا شكرا هوايه هلا طلبي طلبي طبعا تقدرين تركبي لها عدسه اكبر مالتي تحت تقدر تركبه بس تشتري لها ادابتر وتركبي ها مايك تقدرين تخلين تعرفين انت تعرفين بدون ما مبروك مبروك اي فورغات تيلي هاي هديه عيد ميلادك هدية عيد زواجنا هدية ما أدري شنو هدية شو سمونه وهدية بعد خمس سنين وهدية وهدية لا هدية ما السنة كلها أوكي ما السنة كلها يعني مالت مو مال خمس سنوات five year هاي ميلادي هاي five year مقدم لا سنة شوف الزلق هذا سودة علي حطيت كريم طبعا ما يخلينه خلي كريم ها يسمي ايش قد يحب الكاميرا يموت على الكاميرا يحب طبعا يحب الكاميرا بوسة الكاميرا احبكم قول احبكم 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 ولا قول احبكم 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 شنو احبكم 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 ما قاعد تطلع اعصر احبكم يزن انت قول احبكم احبكم حاليا راح نختم البلوج اوكي انا وزوز وإيلاني وشكرا كثير على المفاجاه الحلوه وانتم كنتوا معاه بعد شكرا كثير من البدايه كنتوا موجودين شكرا لكم ونريد من عندكم دعم هذا الفيديو وصلوا حق 1000 لايك اوكي شنو مليون لا 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 هوايه هوايه شوف هي مو طماعه ابدا الف لايك اوكي طبعا الف لايك باي 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 نحبكم وهذا الحلو هذا الحلو كاتني يا يما في دوش قد احبه ورده كلمه